سيداتي وسادتي، معنا فرقة كتير كبيرة كتير مهمة من طول كرم، اترجينا لهم دفعنا لهم ملايين لحتى يجوا دوركم دين. سعد مساء الجميع. مرحبا. كيف كيف العشب تمايل مذبوحا والنور توارى في كهف. كيف 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 تدور النار وتمشي من حضن الريح إلى الدف. كيف 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 تدور النار وتمشي من حضن الريح إلى الدف. كيف 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 ابتدأت تلك العتمة يبقى ماء العشب حبيسا يرشح دمعا فوق الكف. كل عناصر هذا الوصف ظهرت أوراقا ويباسا وربيعا يرقص للعصف. وأنا والموت وأفكاري نبعث نورا لكن كيف. وأنا والموت وأفكاري نبعث نورا لكن كيف. عايش هوا لم بردان نايم
الحجر متغطي بوراق الشجر ما تغنى ليلي ولا انتحر سلطان عايشها ولم نعمان لما طولت هالشحطة طاوت بدلت لما المصيبة نوعت نعمان خربش بالقلم خربش على غيوم المطر حلمه تصور له قدر صيح في هالدنيا بشر لا بنحني ولا بنهدم نعمان عايش بالعدم لا بنحني ولا بنهزم نعمان عايش بالعدم لا بنحني ولا بنهزم خسران مكمن نرهب وتعودي فوق الألم أنا اسمي فيصل أبو الهيجة كلكم تعرفوا أنا جاي من رأس الحرب وقيادة المقاومة وخط الدفاع الأول حارة الحبالة طبعاً سمونا حارة الحبالة لأنه كل نسوان الحارة بنفس اليوم نفس الدقيقة نفس الأسبوع حبلن مع بعض موضوع بسيط فإذا بتمشي في شارع الحارة راح تلاقي نساء حوامل في كل مكان فراح تلاقي واحد من بعيد ولك هيو بتحرك بتحرك بلف بدور بلف بدور شكله راح يطلع شوفير تاكسي بترد عليها الثاني وانا كمان وانا كمان رايح جاي رايح جاي شكله راح يشتغل بكافكا هيلب يور سيلف بتيجي واحد من بعيد ليش انا لا ليش انا لا انا بتحركش بتحركش قاعد وملزق قاعد وملزق شكله راح يشتغل بالسلطه والله توقعتش تشتغل لأنه الكل بعرفها أوكي معنا أول كوميديان لليلة كل شيء شغال لليلة الله يستر معنا أول كوميديان هي قطعت مشوار كتير طويل لهون عشان تعرض فبتمنى نركز معها منيح وبدنا طاقة كبيرة وتحية كبيرة لعالمية بالخليل أوكي مرحبا أنا اسمي عالمية أنا من الخليل اليوم بدي أحكي لكم عن أهم إشي صار في 2020 الكورونا لأنه اللي صار معي في الكورونا ما انكتب لا على المهاجرين ولا على الأنصار أنا كوني من الطبقة الكادحة بشتغل في رام الله فأول ما سمعت إنه في حجر قلت الموت مع العيلة رحمة حملت حالي وركاد نزلت على مجمع السيارات طبعاً ليش نزلت على المجمع؟ لأنه أنا معيش سيارة ليش معيش سيارة؟ لأنه معيش مصاري ليش معيش مصاري؟ لأنه أمي مش رضيانة علي ليش أمي مش رضيانة علي؟ لأني مش جالية الجاليات فأول ما وصلت المجمع أنا مرتعبة وخايفة وملتبكة لا معي كمامة ولا معقم ولا إشي طلعت على السيارة لقيت واحدة منقبة وقاعدة قلت لها بتعرفي أنت كسبانيت هالدنيا وآخرة طلعت بالسيارة بلشنا نسمع في الراديو بيحكوا إنه كورونا بيأثر على الناس اللي أكبر من 40 و50 سنة إلا شاكيرا كورونا بحاله بوقف عند شاكيرا وبيحكي لها إيش يا حلو إيش يا عسل إيش يا whenever whenever طبعاً أول ما فتحت السيارة وصلت الخليل أول ما فتحت باب السيارة بتعرف هدول الناس اللي شفتوهم هيك زي المصاريع نازلين كل واحد بسيارته وبسلته وبيعبوا في الدكاكين بيعبوا في الدكاكين هدول الناس بيكونوا أهلي أنا أهلي مش عملوا حساب كورونا ولا خزنوا للحرب العالمية الثالثة الكرم الخليلي وصلهم مرحلة إنه يأجوج ومأجوج لما يطلعوا يلاقي كل شيء موجود طبعاً إحنا بس وصلنا البيت إمي بلشت توزع مهام اللي عليه المطبخ ينظفه اللي عليه القعدة ينظفها اللي عليه البرادي اللي عليه الشبابيك ليش؟ إمي فهمت غلط قالوا لها إنه عزل منزلي بس الظاهر إنه وصلها تعزيل منزلي
وبعديها انا اخذت اهم مهمه فيهم، المهمه المستحيله بس من دون توم كروز لحالي، اخذت مهمه الدعاسه. بتعرف هاي اللي بتكون على الباب بيكون مكتوب عليها ويلكم، لا ويلكم بعد اليوم. انا مسكت هاي الدعاسه حرقتها وحطيت 3 قواعد عسكريه، حطيت احبال شائكه، وحفرت خندق صغير وحطيت فيه قارب ورق بس للاسف غيره مش عارفه ليش، وبعدها حطيت علبه كمامات وعلبه كفوف وروب حمام. ليش حطيت روب حمام؟ لربما بتسألوا، لأنه سمعنا في الأخبار إنه الفيروس بقعد على الأواعي 3 أيام، فأي حدا حب يجي يزورنا بنوقف على الباب وبنقول له اشلح. شفنا كم من منظر مش كتير فخورين فيهم، بس للأسف الضرورات تبيح المحظورات. طبعاً إحنا بالبيت يعني بسمعنا بعديها انه في شيء اسمه التباعد الاجتماعي اللي قبل شوي حكى عنه فيصل، انه انتم لازم كل ما يكونش في مكان فيه اكثر من 6 ل 7 اشخاص، بس بلمح لكم انا مش اكثر يعني. فاحنا يعني هذا الحكي بحسه بزبط برا عند الاجانب اللي بيكون هم اصلا مش كتير بيتفاعلوا مع بعض، عندهم ولد ولدين، يلا انت في غرفتك وانت بغرفتك فخلص خلصوا. انا عندي في البيت 4 خوات و9 اخوه، الله وكيلكم وصلنا مرحلة بنتغدى على شفتات قاعدين. ولا ومحسبتكم مداوم الحمد لله على 3 شفتات 3 وجبات قائمة، لحد ما صرت ما شاء الله علي قد البقرة السويسرية. ناقصني 3 شغلات، الجنسية السويسرية، الشقار، وأهم إشي إطلالة الطبيعة بدل من إطلالة مكب الزبالة اللي جنبنا باب البيت. طبعاً يعني أنا حتى وصل في الموضوع إني أنا صار عندي الوزن أداة لقياس الوقت. بحكي مع صاحبتي بحكي لها بتعرفي أنا من زمان مش حاكي معك أيام ما كنت بلبس ميديوم. آه والله. بس أنا شو أعمل؟ أنا حدا بحب الأكل بالأخص الشيبس. في حدا بدق على مين يفتح له؟ لف ورا. بعرفش مين. فأنا كتير كتير بحب الشيبس بالأخص يعني بعشق الشيبس. يعني حدا لو إجا قال لي أمك ولا الشيبس؟ طبعا امي. مالكم مش لهالدرجة عقوق الوالدين؟ بس لو حدا قال لي اخوكي ولا الشيبس؟ اه صراحه هاي المره شيبس، لانه اخي مقضيها لعب ببجي ببص ايده قبل ما ينزل يشتري لي شيبس، فلا مش مشكله. طبعا الحمد لله انا قبل الكورونا كان لازم انزل 10 كيلو بس ضايل نص الطريق مش اكثر 25. كثير حدا بيذكرني اني انا نصحت في الكورونا اللي هي جارتنا. جارتنا هاي انا لما خلصت الكورونا واجا الحجر، لما اجت الكورونا والحجر انا شلت رقم 7 من حياتي كليا. الساعه 7 الصبح هي لغيتها، فيش شغل نوم بدي ارتاح، بلاقيها الصبح بتدق اول يوم صباح الخير حبيبتي. شيت انا قربت الاشي. صباح الخير حبيبتي، شو رجعتي من رام الله ما شاء الله عليكي، بس مالك هيك ما شاء الله مكلبزه وملبزه؟ اسمعي الرجيم رجيم، استغلي هاي الفترة اعملي لك رجيم، هيك الليمون والنعنع على الصبح بجنن بفيد. بلاقيش عندك حبتين بندورة؟ بدي اعمل قلاية لهالولاد. تاني يوم صباح الخير حبيبتي، والله الرياضة، والله هي الرياضة، ما إلك إلا نص ساعة الصبح وكل شي بصير تمام. اسأليني أنا مجرب، اسأليني. بلاقيش عندك بس منظف بلاط؟ بدي أنظف ورا هالولاد. تالت يوم صباح الخير، المي، هي المي، انت ما بتعرفيش بس هي المي، اشرب كتير 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 مي كتير، بتروح كل شيء. وبلاقيش عندك ارجيله؟ مش الي حد الله، ما بحطها في تمي بس عشان هالولاد. ما تجيب الاولاد نربيهم عنا احنا احسن يعني. عن جد. رابع يوم انا اول ما سمعت الباب طالعه بدي اعمل مشكله، بدي خلص امسح فيها بلاط، طلع العقل الخليلي هون، بدي اطلع اعمل طوشه. فتحت الباب ولأول مرة على غير العادة لقيتها خجلانة. بتحكي لي صباح الخير حبيبتي، معلش أنا أزعجتك الصبح، بعرف والله غلبتك. بحكي لها لا أبدا جارتنا تفضلي أمري. بتحكي لي يعني بل إيش عندك أولويز؟ أوكي عالمية معلش اليوم مش مشكلة، آخر مرة آخر مرة والله بس آخر مرة. بحكي لها أكيد أكيد 5 دقايق بس حدخل أجيب لك 5 دقايق. بلف انا بدي اجيب لها، بلاقي لها شو بتحكي لي؟ قال حبيبتي بس تطوليش اغلبك بدي اعطيهم للاولاد. مش عارفه كيف اجيب لكم اياها بس الاولويز طلع نوع شوكولاته.
يعطيك العافية عالمية. شكرا. شكرا شكرا عالمية. شكرا. تحية كبيرة للعالمية بحياتكم. شكرا. قبل أن نرجع لدار قنديل بكمان أغنية بدي أطلب منكم تعرفوها شغلة في نفس في نفس عشان بنسجل هاي شعارنا. فلما أحكي في نفس في نفس أنتم بتحكوا في. ماشي نعمل تجربة بس. في نفس في نفس. حلوة صح كتير. ممكن بطاقة أكتر شوي لأن بس للكاميرا هاي كتير مهمة. في نفس في نفس. في نفس في نفس. ونرجع لدار قنديل. واو. عدل فأحزاني لا تفهم أبدا أو تسأل أرجع في الحب وفي حزني إنسان في العصر الأول أتخلى عن كل حدودي وأبدل للبيت طريقي أخرج من جلدي وعروقي أخوف الوحل ولا أسأل أركض في الريح وتتبعني في البرد جراحي وسلوكي عريان ولا أملك دفئي تتبعني وسلوكي عريان ولا أملك دفئي أركض في الريح ولا أخجل أتبسم رغما لحياتي وأناقض طبعي وسكاتي بهرب من ذاتي وصفاتي لصفات في ذاتي أجمل وأمارس في الوهم حقوقي على مراراتي تتبدل دعني يا عدل فأحزاني لا تفهم أبدا أو تسأل فزماني في المر حقيقة وحقائق ما كان حقيقة وجراحي يا عدل عتيقة من بدء التكوين الأول دعني يا عدل فأحزاني أحزان الإنسان الأول المهم يا كبير طلعت علينا حارة الحبالة وصار الموضوع محرج صراحة من المخيم يعني انبسطت انت المهم صار موضوع محرج بتعرف انت من وين فلما حد يسألني انت من وين بقول له شو يعني مش مبين علي طويل وهيك مخيم قال لي حبالة فصراحة صار الموضوع محرج وين ما تروح حبالة حبالة فبالآخر قربت النسوان خلفن فأخيرا الاسم رح يروح رح نمحي العار رح نرجع حارة خط الدفاع الأول خلفني النسوان صرت تمشي بالحارة تشوف نساء بتردع في كل محل كانوا سمونا أوكي بدنا نروح للكوميديان الثاني معنا سجل أهلا وسهلا فيكم أنا سجع من طول كرم حاب أحكي لكم شوي عن حياتي لما خلصت المدرسة أنا رحت على الجامعة الناس بتروح على الجامعة عشان تأخذ شهادة أنا رحت على الجامعة عشان بدي أخذ شهادة وعريس كنت متأكدة 100% أني رح أصادف راعي أحلامي بيوم من الأيام اللي حيبني لي قصر حجيب لي سيارة وحيسفني وين ما بدي أكيد مش رح أحلم بفارس أحلام لأنه هاد بس بخيالكم ما فيش حدا رح يجي على حصان أبيض فلو أجى على حمارة على غنمة أخذته يعني رح يجي
كنت كل يوم أنزل أول وحدة على الجامعة، أقعد على البواب عند البوابة، أحط رجل فوق رجل وأصير أطلع على الطلاب اللي نازلة على الجامعة، ممكن أصادف يوم واحد منهم يعجبني. في يوم من الأيام كان نازل شاب أسمر كتير بجنن، لابس بلوزة بيضة كتير عجبني. رن تلفونه، مسك التلفون بلش يحكي بعصبية كتير، طيب ماشي حيني جاي، كتير معصب ومنرفز وخلص حل عني حل عني، وبسب وروح اسمع أسلوب النقاش معاه مش حلو، لو صار نصيبي ما فيش عنده أسلوب حوار أبدا ومش حنتفق ورح ننفصل. ف إكس بعدها نزل واحد لابس بدلة وجرافة كتير أمور وحلو، عجبني، بس يعني هاي صرت يعني أسبوع كامل هو بينزل في نفس البدلة ونفس اللبسة، بس أنت مش موظف نازل على البنك، هذا جامعة يعني البس اللي بدك إياه وارتاح. وأكيد حيحرجني طبعاً في المناسبات اللي بدي أطلع معه على عزة على عزومة، مش حيعرف يختار إيش حيلبس. فإكس تاني. بعديها وراه نزل شاب كتير حلو بجنن، أسمراني طويل لبسه بجنن برضه، كل إشي فيه حلو، بس هذا الشاب كل البنات بلفوا حواليه في الجامعة، ومتأكدة يعني إذا صار في نصيب بناتنا رح يخونني مع واحدة منهن، بس بصراحة أنا بدي واحد مخلص لآخر حياتي. فهاي إكس ثالثة. كتير طولت وأنا بقعد عند باب الجامعة، حتى أن الجامعة مرات حفظوني، يعني يوم من الأيام أنا بنصدم واحد بنادى علي هي 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 هذا الشاب هذا، فأنا كنت قاعدة وقفت بطلع مستحية إنه أنت كيف عرفت؟ فبطلع عليه لا عم يسلموا يسلموا المرة الجاي. استحيت وجهي صار أسود، بطلت أقعد هناك، حكيت خليني أنتبه شوي على دراستي، صرت أروح أحضر محاضرات. وبيوم من الأيام كنت طالعة من المحاضرة، طالعة من المبنى واقفة على الدرج، زهقاني مالي تعبانة بأسوأ حالاتي، بطلع حوالي، فجأة بطلع انتبهت على واحد قاعد تحت كتير حلو غريب، شعره كتير طويل كيرلي مظبط حاله على الآخر، عينيه على فكرة من بعيد تطلع عليهن أخضر بيلمعوا، شكله على فكرة كتير غريب بشبهك زي حدا جاي من الغابة مصاص دماء بتعرفش إيش بالضبط، بس يعني عجبني هذا ستايلي بالضبط، هذا هو. نزلت على الدرج شوي شوي، حسيت حالي نفس الأميرات، هذا هو البني آدم اللي راح أقابله هلأ، هو اللي راح أكمل حياتي معاه. وبلشت أغني براسي وأنا نازلة على الدرج بغني Only you can make all this world seem right. Only you. وصلت آخر درجة، هو كان واقف ساند على الحيط بتطلع هيك حواليه، هاي شخصيته. المهم وصلت آخر عتبة، أجت عيني في عينه، ومن النظرة الأولى طلع علي وأنا طلعت عليه وحبينا بعض خيالي. عطول رحت على الفيس غيرت إني أنا مرتبطة، بلشت بحالة جديدة، خلص أنا يعني لازم أبلش أتعامل إنه في حدا موجود بحياتي، لازم أراقبه، لازم أتبع خطواته، أعرف شو بعمل، شخصيته، شو بحب، شو بكره، كتير لازم أدير بالي عليه. المهم صرت كتير أحط صاحباتي يراقبوا لي وين بروح وين بقعد شو بعمل شو بسوي، صرت أتأخر على المحاضرات الصبح عشان أعرف هو شو لابس، عشان لازم ألبس نفس ألوانه ونطلع هيك كبلز مرتبين مميزين، وإحنا أصلاً خلص يعني أوريدي صرنا روح جسدين بروح واحدة بخيالي، فهذا البني آدم رسمياً صار إلي. كانت صاحبتي كل صبح تتصل علي تحكي لي سجى اسمعي اليوم حبيبك لابس بلوزة خضراء بنطلون أسود وبوت أسود، فأنا بحكي لها اسمعي كوني دقيقة معي أخضر يعني حشيشي فاتح غامق إيش وصفي لي بالضبط، فهي عشان كتير تقرب للمشهد بتحكي اللون، تحكي لي متذكر يوم ما كنا
طالعين على الجامعة بدنا نشتري فلافل عند الشاب أبو عضلات برا يوم الخميس، بذكر البلوزة اللي كنت لابستيها، فبحكي لها أوكي بلبسها، بنزل على الجامعة بضلني قاعدة قباله، بطلب من الكافيتيريا إيش هو بيطلب، بيكون مبسوط أنا بكون مبسوطة، بيكون زعلان أنا بكون زعلانة، بنكد طول النهار. المهم تخرج الشاب، قعدنا سنتين على هالموال وتخرج. بعد ما تخرج بطلت أعرف أي إشي بخصه، حكيت إنه مش هستنى هو يجي يطلبني أو يجي يحكي معاي، فأنا المفروض أبادر، ما عنديش مشكلة. رنيت عليه وصرنا نحكي مع بعض، كان كتير يحبني ويبعت لي كل صبح صباح الخير دائما، كل منيح، ديري بالك على حالك. أختي كانت تحكي لهذا الشاب يتسلى، بحكي لها يتسلى يعني أنا مبسوطة ما عنديش مشكلة. المهم مليت وتركته. بعد فترة طويلة كنت زهقان كتير ومعرفتش، يعني ما فيش حدا بحياتي، وكان المفروض إني ألاقي حدا بحياتي أو شريك اللي يضل معاي طول عمري، فبدي أكون منطقية أكتر وبدي حبيب حقيقي مش بخيال هالمرة. مسكت الكرة الأرضية لفيتها، غمضت عيني، وقفت الكرة الأرضية، أجت على الولايات المتحدة، أصبح أجت على الولايات المتحدة، بس أكيد ترامب مش هيخليني أزور حماتي كل ما أنا بدي وحيعمل مشاكل، حماتي تحكي لي تعالي أنا أحكي لها لا ما أقدرش، فهذا الإشي رح يسوي على مشاكل بين العائلات، فحكيت إنه لا مش هتزبط. لفيت الكرة الأرضية مرة تانية، وقفت إيدي على غابات الأمازون، بس أعتقد إن أنا حبيت واحد قبل هالمرة من الغابات، بس مش حيزبط يعني جربته. لفيت هالمرة الثالثة، أجت على كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية فيها إندومي، أنا بحب الإندومي وبحب يعني وطبخه سهل، وهو أكيد مش حيعرف ولا ممكن يطلب مني أعمل له منسف ولا كرشات ولا مقلوبة ولا أي شيء تاني، فحكيت إنه رح أختار من هاي البلد ماشي. صرت أدور على حدا عنده نفس الميول اللي إلي، نفس الشخصية نفس الاهتمامات. في شاب كوري اسمه كونجي يونغ، كتير لطيف بجنن، هو موسيقي بغني راب، كتير حبيته، بيصبغ شعره أي لون أنتوا بتخطر عبالكم، كتير حلو، بيلبس مجوهرات أكتر من أحلام الشامسي وأغلى حتى من مجوهراتها. واحد مثلي متواضع مش هتطلع واحد معه مصاري يعني وذهب، أنا مشتري زلمة بتطلع على شخصيته. المهم بحبه كتير وبحب كيف بينزل على المسرح وكيف ببلش يغني، كيف الجمهور كله بيتفاعل معاه لما يبلش واحدة من أغانيه هيك بيعملها. Hey you get off my cloud, you don't know me and you don't know my style. Get lifted, never come down. Get lifted, get it down with a jump, ram, bam, 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 bam. Better run where I come, what a bam, bam. بحبه. ورح أروح على كوريا ورح ألبس له الأبيض. أن يونغ سيو تونون سجمني دا من ناسو بانجا ويو ورننكا جوغي يو أن يونغ. شكرا شكرا كتير سجا. بس قبل ننتقل للفقرة اللي بعدها بدنا نحكي واحدة في نفس في نفس بحياتكم. أعلى 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 عشان معاوية. في نفس في نفس. طيب مرات زمان كان يصير منع تجول، اكيد كلكم لاحقتوا منع التجول اللي لحق بالانتفاضه الثانيه او بالانتفاضه الاولى، بقوا يجوا الجيش يبلشوا الى اهالي جنين ممنوع التجول، تجول ممنوع، الى اهالي المخيم ممنوع التجول، تجول ممنوع. انا كنت صغير فجاه اطلع على الدار الكل صار يظبط بحاله، يعني حتى ابوي عمره 80 سنه اجى منع التجول. امي اللي عمرها برضه نفس الاشي. انا صغير مش عارف يعني قاعدين احنا بالعيل الدنيا منع التجول، فجاه ابوي بتطلع عمي بقولها شو بدناش نطبخ مقلوبي؟ امي خلينا نصبر تيناموا.
هسا انا كطفل اتحمست، مقلوبه مقلوبه مقلوبه، قاعد استنى في المقلوبه. ماركت اول ساعه فيش مقلوبه، طب ماركت الساعه الثانيه فيش مقلوبه. بعد 3 ساعات بطلع ابوي من الغرفه، اما شو مقلوبه كانت، اكلتها لحالك، ما خليت الناس ولا اشي. شو في ضحكة غريبة فوق. ف انتهت هون. انت تمام صفرنات؟ استنى في حدا بصفرن تماي؟ منيحة؟ خلص بخفي بخفي العيار، اللي وراها بضحكش. المهم صورنا زي سجن احكي. المهم فطلع علي ابوي بكل فيصل مالك؟ انت كمان 9 شهور رح تجيك اخت صغيرة رح نسميها مقلوبة. فمش فاهم يعني مقلوبة واحنا. المهم وصل الخبر للإسرائيلية، ليش الفلسطينيين بيزيدوا كل يوم؟ هذا الحكي ما كانش هيك. معقول من الفلافل؟ الفلافل بتخلي حدا يزيد انسى. حمص؟ لا، اقطعوا كل شيء، حطوا حواجز، طيارات، دبابات، سكروا كلانديا، سكروا الجلمي، بدناش يزيدوا. يا عمي قطعنا قطعنا كل شيء، بس بعدهم بيزيدوا، شو نساوي؟ اقطعوا الهواء. اقول يا عمي قطعنا قطعنا الهواء، قطعنا كل شيء، حتى قطعنا الكهرباء. منع تجول وفيش كهرباء، شو بدك يساووا؟ الغوا 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 بس الجيش بالحارة. الى اهالي جنين فيش منع تجول، الى اهالي جنين فيش منع تجول، الى اهالي جنين فيش منع تجول. ما حداش راضي يطلع. بطل ابوي عليهم من الشباك، سلامات خيا بدناش نطلع عادي، مشغولين بمطبخ مقلوبي. سكر، دخلوا الجيش على الدار، سحبوا ابوي لتحت، امي وراه بتصيح فلتوا، ولا مرة اخذتوا الارض، اخذتوا البحر، اخذتوا كل شيء، المقلوبة لا ولا مرة. فجأة كل التنظيمات اتوحدت، مسكوا بايدين بعض، وقفوا وبلشوا يعسكروا 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 وبصوت واحد كلياتهم، بدنا منع تجول، بدنا منع تجول، بدنا منع تجول، بدنا منع تجول، بدنا بدنا. وشكرا كثير لكم. مستشفى المجانين الأستاذ أبو فلاح، ولا عمره على موعد راحوا نايم صاحي للصباح، زايد مستشفى المجانين الأستاذ أبو فلاح، ولا عمره على موعد راحوا نايم صاحي للصباح، زايد مستشفى المجانين. السيد عبد الودود عايش في زمن الجمود، نازف على لحن الخلود عمقام الرس المتين، مع المد مرز له أنيابه مش تشبيها بالكلاب، لكنه أخطر الأصحاب من كالب لكن عظيم الأستاذ أبو فلاح، والعمره على موعد راحوا نايم صاحي للصباح، زاد مستشفى المجانين. السيد
السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن في الحوار السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن في الحوار عامل الكلاب شاسوار متكلفش لكن عنيد السيد أبو ذو الفقار السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن في الحوار السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن في الحوار عامل الكلاب شاسوار متكلفش لكن عنيد السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن في الحوار عامل الكلاب شاسوار متكلفش لكن عنيد السيد أبو ذو الفقار بعد مآمن متكلفش لكن عنيد الأستاذ أبو فلاح كان عمره على موعد راح ونايم صحي للصباح فريق مستشفى المجانين زاد المشوار بعيد جاي من القدس فبدنا كلياتنا نحيي مريم الباشا مرحبا مسموع انا مريم من القدس انا امي بتحبش الحيطان امي كل ما تشوف حيط بتنشن عليه بتجحره وبتهده أول إشي بلشت بالحيط اللي بين الصالون والمطبخ وقفت قباله ضلت تطلع عليه تطلع عليه تطلع عليه وهدته بعدين راحت للحيط اللي بين الصالون والقعدة نفس الإشي وقفت قباله ضلت تطلع عليه تطلع عليه تطلع عليه وهدته بعدها بكم من يوم راحت للحيط اللي بين غرفتي وغرفة أختي نفس الإشي تطلع عليه تطلع عليه تطلع عليه وهدته بعدها بكم من يوم أنا مرأة من جنبها بالبيت بلاقيها واقفة قبال حيط الحمام لا يما طنيب عدينك إلا حيط الحمام سيبيها في حالها ولكم من قد ما هدت حيطان في البيت صار بيتنا زي قاعة أفراح ملعب لصدى الصوت كل مرة أمي بدها تنادي علي في البيت بتبلش مريم يام 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 بترد عليها أختي نعم 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 ترد امي مش انتي مريم مريم برد ابوي اه يا ريم 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 ولكم مريم 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 وانا عبين ما افهم انه امي بتنادي علي بتكون قامت حرب في البيت قعدنا انا واهلي وخواتي وبلشنا نخطط بدنا نقرر لازم نحل مشكلة صدى الصوت في البيت بلشنا نخطط نخطط بالاخر اتفقنا شو اتفقنا شرينا حبال وربطنا بعض اللي ربط حاله من اجره اللي ربط حاله من ايده اللي ربط حاله من خصره صرنا في البيت اذا بدنا ننادي على بعض عشان نخفف الضجه نشد حبال بدي امي في موضوع بشد الحبل تبعها بتجيني بدي ابوي في موضوع بشد الحبل تبعه بيجيني بدي اختي في موضوع بشد الحبل تبعها بتجيني بيوم بدي ابوي في موضوع سحبت الحبل تبعه الحبل بيعمل ايه رجعت سحبت الحبل تبعه الحبل بيعمل ايه شو السيرة امسكت الحبل تبعه نتشته اجاني هو وامي اخس وقف ابوي جنبي بيقول لي كم من مرة قلت لك تسحبيش حبال يوم الخميس المهم انا صحيح من القدس بس انا عايشة بين القدس وبين رام الله بيتنا في رام الله جاي بالنص ايش يعني بالنص يعني هو بالنص بين الضفه الغربيه والداخل المحتل بعيد 20 دقيقه عن رام الله و20 دقيقه عن مستوطنه مدعين انا شخصيا متعوده على النص انا كل حياتي قضيتها في النص يعني مثلا انا عندي اختين وانا الوسطانيه بيناتهم في البيت غرفتي جاي بالنص بين غرف خواتي انا مش طويله كتير ولا قصيره كتير انا بالنص وشعري مش طويل بس برضو مش قصير شعري بالنص صوتي مش حلو بس برضو مش بشع كل حياتي بالنص ما عدا نمرة إجريت على 43 أما غير عن هيك أنا بالنص والله حتى يا جماعة في الدين أنا في النص يعني أبوي مسلم وأمي مسيحية وأنا في النص يوم ولادتي أول مشهد صحيت عليه أول ما نزلت من بطن أمي كانت ستي أم أبوي على يمين أمي بتقرأ قرآن وستي أم أمي على شمال أمي بتصلب وانا بالنص من اللخمه من اللخمه الدكاتره ما اضطروش يقطعوا الحبل السري لحاله فرط المهم بعد ما فرط الحبل السري بلش النقاش تبع كيف بدنا نستقبل مريم على الحياه
اللي زدت اقتراح من هون واللي زدت اقتراح من هناك، وستي المسلمة بلشت يا الله اهدنا في من هديت، وستي المسيحية لن نرضى بدين محمد يا أبا جهل، وبلشوا طوش ومبارزات وحالي قلبت في المستشفى. بالآخر اتفقوا. شو اتفقوا؟ اتفقوا انه ستي المسلمة توقف على يميني وتقدم بداني اليمين على السنة، وستي المسيحية توقف على شمالي وتغني ترانيم مسيحية في داني الشمال. وهذا اللي صار، انا مرقوعة بالنص، ستي المسلمة بتقدم في داني اليمين، ستي المسيحية بترنم في داني الشمال، على أدان من هون ترانيم من هون، أدان ترانيم أدان ترانيم، طلع وجهي مطاول. مش بس وجهي مطاول، لا لا جوان، من وأنا صغيرة والكل بناديني موزة، راحت الموزة وأجت الموزة وعملت الموزة وسوت الموزة، ومحسوبتكم الموزة تعقدت. وشو اللي عقدني في زيادة؟ خواتي. خواتي شو هالشقار، شو هالحلاوة، شو هالعيون الملونة، بهبلوا أنا منظري زي الموزة. طبعا أنا تعقدت لأنه الناس كانوا يجوني، كل حدا يتعرف علينا يجي يقول لي طب أنت ليه هيك شكلك؟ أنت أختهم؟ أختهم لهدول؟ تجيني واحدة تانية بالله أنت يا أختي ليه طالعة سمرة وخواتك شقور؟ ليه أنت مش حلوة زيهم؟ تعقدت أنا. بعدين خلص طلعت من هاي المواضيع وصرت أشتغل، وأنا ممثلة على فكرة. مرة في يوم من الأيام برن تلفوني، ألو مرحبا مين معي؟ بقول لي مرحبا معي الفنانة مريم الباشا. قلت له أنا الفنانة مريم الباشا، تفضل. بقول لي أستاذة مريم أنا اسمي المخرج فلان الفلاني. قلت له أهلا وسهلا في المخرج فلان الفلاني. بقول لي اسمعي مريم أنا عم بخرج فيلم، أول فيلم فلسطيني أكشن، فيش فيه سياسة، كله مخدرات وعصابات ومافيات وأسلحة، إشي عكيف كيفك، بدنا ممثلة تلعب دور حبيبة البطل. قلت له تمام أوكي، كيفت أنا زيك تحكت. المهم بقول له أوكي تفضل. بقول لي بس في عنا مواصفات لهاي الممثلة، بدناش إياها طويلة كتير ولا قصيرة كتير. فأنا بقول له يعني بالنص بدك إياها؟ بقول لي آه بالنص. كيفت. بقول لي بدناش صوتها حلو كتير بس برضو مش بشع كتير. بقول له يعني بدك صوتها بالنص؟ بقول لي آه بالنص. قلت تمام. بقول لي وكمان شعرها بدناش إياه طويل كتير بس برضو مش قصير كتير. قلت له يعني بالنص آه؟ بقول لي آه بالنص. قلت يس أنا خلاص صار الدور إلي. بقول لي عم نحاول نرن لمونة أختك بتردش على التلفون، بالله تشوفي لنا إذا فاضية تمثل معنا بالفيلم. شو بدي أساوي؟ شو بدي أرد عليه؟ ما رديتش عليه. المهم احنا تعرفوا شو صار بعدين؟ ها كنت رح انساها هلا تذكرتها. بتعرف شو صار بعدين؟ اختي خطبت، هاي منى خطبت. انا قلت وسع الميدان خلاص فضيت الساحه الي هلا، فش حدا يجي يسالني عن اختي، خلاص خطبت. المهم انه انا كنت كتير معجوعه انه اختي خطبت لانه كل عمري نفسي اكون اخت العريس، بحسها هيك اخت العروس قصدي، بحسها هيك على كيف كيفكم. المهم اجى عرس اختي، وعرس اختي انعمل السنه هاي في الكورونا. الكل بيحكي انه الكورونا كانت سنه صعبه وسنه معقده وسنه كئيبه، انا بالنسبه لي الكورونا كانت سنه الفرص والانجازات. انا بالحجر الصحي انجزت اكثر مما انجزت كل حياتي. انا تعلمت اعمل حلو، عملت كعك وعملت ليالي لبنان وعملت هريسة وعوامة ومهلبية وأصابع زينب وخدود شهد وشو ما بدكم، وكمان طبخت مقلوبة وطبخت ورق دوالي وطبخت محشي وطبخت منسف ومسخن وكفتة، وبعدين رجعت طبخت ورق دوالي لأنه أول مرة طبخت الورق دوالي طلع معي مبزر، وأنا بحب الورق مخبص، بس كمان أنا بحب الورق مع قصة، وإحنا عندنا في البيت أختي نباتية فما بنعمل الورق مع قصة، بس فيش مشكلة إحنا بنعملها طنجرتين، إحنا بنعمل طنجرة نباتية وطنجرة مع لحمة، وفي واحدة بنحط فيها اللحمة بس بحطوش فيها قصة. عمي أنا بحب الورقة مع قصة عشان يطلع مدهن، بس بجيبوش قصة عنا في البيت بأحر الإشي. المهم هلأ في الحجر الصحي أجت ستي أم أبوي حجرت حالها عنا، اللي هي ستي المسلمة. ستي المسلمة عندها مشكلة، ستي بتخربش كتير وبتنسى كتير، فكل مرة بتحكي معي أساس أني حدا، مرة على أساس أني أمي، مرة على أساس أني أختي، مرة على أساس أني بنت عمي، كل هدول مشيناها، بس إنها تيجي تلبس عراسها لما أدخل الدار لأنها مفكرتني مجاهدة بنحماها، لا كثير لا. وبعدين كل مرة
كل مره كمان بتحكي مع امي على اساس انها حدا. مره قاعده مع امي فبتفكرها جارتها بتقولها بتعرفي يا ام ماهر ريم مش مبين عليها مسيحيه. امي صفنت الصفنه العاطله بتقولها كيف يعني مش مبين عليها مسيحيه؟ بتقولها والله محترمه منيحه منيحه ومحترمه مش مبينه مسيحيه بتكرم الضيف كثير. فامي بتقولها حجه انا مسيحيه. بتقولها بتعرفي لا بتقولها حجه انا ريم. فبتقولها ستي بتعرفي يا ريم انه في مسلمين عاطلين كمان؟ والله في والله كل الناس خير وبركه يا اختي يا ريم. المهم ست المسلمة فاتت في معضلة كتير كبيرة لما سيدي المسيحي توفى لأنها مش عارفة شو تعمل حلال ولا حرام. أحكي الله يرحمه لأنه مسيحي فش مش عارفة شو تعمل. بلشت تبحبش تدور بدها تعرف حلال ولا حرام عادي تعزينا ولا مش عادي تعزينا. المهم غابت عنا أسبوعين. أجت بعد أسبوعين دخلت على البيت صمت قعدت صمت طلعت في عينينا صمت وقفت وطلعت بعينين امي بتقولها بتعرفي يا ريم والله ابوكي كان محترم وكان منيح وكان بيكرم الضيف ما كانش مبين عليه مسيحي فيلا الله يرحمه. شكرا. طبعا كلكم عارفين مين معنا. معنا اي بالظبط بدنا نحيي تحيه كبيره لجواد شلبي. والله غلبي والله خلاص 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 والله غلبي الطريق في صوت لا عن الصايم. والله الطريق من غد لهون غلبي والله يعني المره الجاي قررت اجيب معي معلبات شويه اكل عشان باخذ باخذ للراحه باخذ دوش بفتح معلبات باكل بتريح بمشي بتوصل لهون. المهم السلام عليكم جنين. طيب قلنا انه اللي بده يجي بكمامه لابس كمامه فراح اعتبر اللي مش لابس كمامه مش لابس بنطلون. انت ابو الاصفر ليه مش لابس بنطلونك؟ والله نسيت شو بدي احكي. برن تلفوني وانا كنت نايم رديت عين مغمضه وعين مفتحه الو. قال يعطيك العافية الفنان جواد شلبي معاي. أنا سمعته حكى فنان فتحت عيني ضبطت كعتي قلت أنا الفنان جواد شلبي تفضل. قال أستاذ جواد النهاردة يوم الجمعة في نابلس وحابين تكون معنا بالفعالية هاي شوف لنا موضوعك إذا أنت فاضي بتقدر تيجي. قلت له أكيد فاضي وأكيد بقدر أجي واتفق. هيو ميكروفونه بالشكل شايفه؟ بس رجاك خلاص 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 لا خلاص 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 منيح حدا معاه ميكروفون زيادة شوي معلش يا حبيبي اطلخ على اخي. ايوه بس احسن شوي شدوا على منيح. شوف احكي الو سامعين الو في نفس بعرف شو وصلنا بعرف مين انا. المهم قلت له باجي اكيد باجي. قال لي عندي فعاليه بنابلس ومجبور نشوفك. قلت له اكيد باجي. ابوي وامي كانوا قاعدين بحدي وسمعوا كل المكالمه سمعوا اني اتفقت معه على كل شيء وابوي وامي كانوا قاعدين بحدي وانبسطوا كثير. اهلي انبسطوا اني طالع عرض. خلصت المكالمه اجى ابوي بيقول لي يابا ارفع روسنا يابا احنا بنكبر فيك يابا. انا بعرف انك بتقدرش تمشي يابا بس بتقدر تضحك يابا. واجت امي علي من بعيد مبسوطه بتقول لي واخيرا يوم الحلم رايت حقك.
واخيرا بدي اشوفك على اكبر ستيج بالبلد. وصارت تزغرت ولمت علينا كل الحاره، واجت خالته وبناتها، قال خالته وبناتها بدهن يجن على العرض ولزكن فيي. اجت امي من بعيد بتصيح بتقولين ابعدنا على الفنان، واجت حضنتني امي وقربت عداني وشوشتني بتقول امي اسمع المصرد ما بدو لك اياه بالعرض، بدي لي اياه على السريع عشان علينا دفع لحق المكيف. وانا اعتزل مشيك وش تخاف يطج، لانه الشك باسم ابوك، وابوك ابوك تحملش السجن، واذا ابوك فتح السجن فيش حد يفوت له مصاري. وانا حكيت مع اخوالك وعماك. اجى يوم العرض، قد ما كنت متحمس قمت جهزت حالي وتحممت، والله تحممت، جهزت اغراضي وطلبت، رنيت تاكسي على تاكسي، طلعت مع شوفير التاكسي. شوفير التاكسي اللي طلعت معه مبين زلم كبير محترم، اتكيت لابس بدلي وحاط الباكيت الدخان بجيبة القميص هون. في الطريق طال الباكيت الدخان، فتحه وطال سيجارة حتى بتمه، قبل ما يولعها طلع علي وسألني بقول لي عمي انت بتضايق من الدخان؟ قلت له بصراحة بتضايق. قال تفضل انزل عمي. خلصت باصي. كملنا الطريق، في الطريق ولا بلاكين مخصوم جيش، بلاكين مخصوم جيش، اجى الجندي فتح الباب علي بكل اعطيني الهوية. اعطيته الهوية ولا بقول لي جواد شلبي. قلت له قال شو بقرب لك نور شلبي؟ قلت له بقرب ليش. سألني ثلاث مرات شو بقرب لك نور شلبي، وأقول له بقرب ليش. راح الجندي نظر الضابط معه وهم جايين، أنا شايف الجندي جاي معاه إشي، جاي بحده إشي طويل عريض أسمر أصلع صلعته بتلمع. هذا الضابط وصل عندي، أصل المفروض أحكي معاه هيك، أنا قد ما طويل هيك بحكي معه، بقول لي جواد الشلبي. قلت له تكملش، أنا جواد نور الشلبي ابن عمي. قال بتعرف إنه نور عمل عملية استشهادية بإسرائيل؟ قلت له بصراحة آخر مرة شفت نور فيها كان عامل عملية دوالي. قال لي بتتخوى، طب انزل من السيارة. قلت ليش انزل؟ قال انزل بدي احشي اجري بطاحونة عقلك. انا قلت بعقلي هسه بشوفني ماشي على عكازي، بجوز يسامحني بجوز يشفق علي يعني. المهم طلعت نمرة دجر 55. وصلت نابلس، وصلت العرض محل ما بدي اعمل العرض، وكان بطني يوجعني من اجر الجندي. وطلعت على ستيج ناسي كل اشي، ما اتذكر شو صار معي على المخصوم. كنت بلشت العرض كنت بحكي 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 بحكي، ولا حدا ضحك، ولا حدا جعملني، ولا حدا زكف، ولا حدا ظل بالقاعة وما سبش علي، ولا حدا ظل بالقاعة. طلعت عندي مرة كبيرة بالعمر حتى إذا على صباحي بتقول لي بسم الله عليك خالتي، مالك تعبان زحمان جعان عيان؟ حدا ضربك؟ حدا هددك؟ كله تمام؟ جسمك صدرك بطنك إيديك جريك طيز إيديك بطنك ظهرك وجهك عينيك كله تمام خالتي؟ مالك عاوز اشي؟ بدك اشي خالتي؟ مالك احكي تستحيش بدك اشي؟ قلت لها والله خالتي بديش الا سلامتك. صفنت فيي هيك قالت مدام ما بدك الا سلامتي ليش بتعمل فينا هيك يا زلمة؟ يعني هرب من جوزي وولادي يا زلمة؟ يعني جاي اضحك هون؟ جاي افضي عن بالي يا زلمة؟ ليه بتعمل فينا هيك؟ قالت خالتي انصحك نصيحة. قلت لها كانت بشرف خواتك ما تعيدها. ومدت ايدها على عبها، خذ خالتي 200 شيكل وتفضل انزل. نزلت على الطابق الثاني ولا بفوت ولا بفوت بفوت صحفي علي لابس طاقيه عليه على صباحه مكتوب ام تي في بالانجليزي، وحامل الكاميرا وحامل المايك بحكي لي استاذ جواد يعطيك العافيه، احنا بنتشكرك كيف انت جيت من بلد لبلد وكيف انت عملت كل هذا الجهد عشان تقدر تنكد على كل الموجودين. احكي لنا استاذ جواد شو صار معك، هل هذا الاشي تعلمته بالمدارس بالجامعات بالشارع
بالفطرة ولا في حدا ضحك عليك وحكى لك انك بتضحك؟ اخذت المايك منه هيك وانا مبسوط، طلعت عليه وقلت له لا وراثي عن وراثي عن اجدادي من قبلي كانوا ينقدوا بالضحكة شو بايخة. المهم روحت على الدار، مجبور احكي لكم ايش بصير معي الصبح. انا كل يوم صبح بس اصحى من النوم بصير اصيح وبصير انادي وانادي على امي وانادي على كل اهلي بطريقه مش حلوه. يعني يوم برن على امي واللي عملت له اسطوانه زي اسطوانه الجوال، تحكي لي عزيزي جواد هذه الاسطوانه الخاصه بك لعدم سماع صوت جعيرك كل صباح، لطلب الدخول للحمام اضغط رقم 1، لطلب الخروج من الحمام اضغط رقم 2، لطلب خدمة احملني احسابهم اضغط الرقم 3. هذا العرض تاع جوال عملته نفسه برام الله. بس كنت بحكي هيك برام الله ولا بطلع علي واحد على ستيج لابس بدلي، انا كل اللي بعرفهم لابسين بدل، بطلع علي لابس بدلي وبسلم علي بحكي له استاذ جواد يعطيك العافية، انا الاستاذ محمد مسؤول شركة جوال واحنا بنتشكرك باسم الشركه على الانتماء وشكرا على الدعاي، وهي هديه مقدمه من شركه جوال. واعطاني مكتوب، فتحت المكتوب وهو واقف قدامي لقيت فيه مبلغ مالي بقيمه 1000 شيكل. قلت بعك لي حلو اذا هيك، قلت شوي استاذ محمد لو سمحت ما تقطش علي وانا بعمل دعايات، بعدني مش مخلص استاذ محمد اقعد. قلت له استاذ محمد هذيك اليوم انا كنت ماشي بجنين بطلع في كارما مكتوب عليها اشتري تلفون من شركة جوال واربح الثاني مجانا، وما كنتش منتبه قدامي، وفجأة زحلقت بكارت جوال استاذ محمد، ضليتني ازحلق لباب الشركة، زحلقت وقعت اجر راسي بين الشواحن الاصلية وراسي انفتح، بطلع علي 3 موظفين من شركة جوال بكلهم اطلبوا لي امبلانس راسي انفتح. ولا بيحكوا لي الموظفين بيحكوا لا والله الا احنا نوصلك على المستشفى بسياره الشركه. قلت الاستاذ محمد بس سمعتم هيك انا حكوا دمعت من الفرحه بصراحه. اخذوني على المستشفى وراسي مفتوح، الدكتور بيحكي لهم هذا الولد راسه مفتوح بده كمان 1000 قطبه. المهم قلت له اسمع استاذ محمد، بقول له استاذ محمد قد ما انا بحب شركه جوال كل قطبي كانوا يكتبوني إياها كنت أحكي نموت وتحيا شركة جوال، نموت وتحيا شركة جوال. تعبت يا زلمة خلاص بدي أكل. قلت له أستاذ محمد أنا من أول ما عملت الدعاية لشركة جوال أول دعاية تغيرت نظرتي للحياة وكل شيء تغير، حتى مسحباتي تغيرت، كنت صرت لما بدي أسبع واحد كله يا زلمة أنت وعد سلكم انت واحد اورنج يا امنيه اقول لكم انت واحد وطنيه. والله ما بعرف انت هيك عمين طالع سلكم ولا اورنج، عاد كل اهلك من قبلك جوال عمين طالع هيك. قلت له بتعرف استاذ محمد، قلت له وانا صغير كان اسمي جوال، بس قلت له الله يرحم اخوي حماده استاذ محمد كان يحب لما يناديني جوال، بس الله يرحمه اعطاك عمره. قال كيف مات؟ قلت له الشركة بشريحة. روحت على الدار، أول ما وصلت الدار برن تلفوني ولا في شركة تانية أستاذ محمد في شركة تانية بدهم إياني أعمل لهم دعاية لتلفوناتهم، بس أنا ما قبلتش. بتعرف ليش؟ إنه جوال شعارهم الوحيد هو كل يوم جديد، يعني أستاذ محمد هالمرة دفعته 1000 المرة الجاية بتدفع 2000. بتضحكش؟ طب خلينا اصريح بس شوي، الواحد باخذ كايلولي وتغدى منها وبرجع لكم. انت مجبور تدير راسي. لا لا بصير بالعروض معك سيجارة؟ لا يلا يلا في نفس في نفس بدي احكي لكم شوي عن ابوي. ابوي عنده الوقت مقدس عن جد، بعد الساعه 10 ممنوع حدا من اخوته يكون برا الدار،
يوم أنا كنت بعرض برا الجنين وكنت متأخر، وصلت على البلد كانت الساعة 12، وبصراحة كنت هيك سكران شوي، شرب لي شتين ويسكي. لا أنا بشرب إيش، أنا إذا بشرب علبتين إكسل ورا بعض بصير أخربش بين أمي وخالتي أمي، بس هيك بعجو قدامكم بشرب هيك. المهم وصلت الدار بفتح الباب واللي أبوي من ورا بقول لي لف وارجع محلك يا نذل، يعني طرني أبوي. صفيت أنا بالشارع ميت من الجوع، ميت من العطش، ميت من السكعة، معيش ولا شكل. كنت مجبور عليك حل، قعدت 3 ساعات أدور شو الحل شو الحل شو الحل، بالآخر لقيتها. قلت لقيتها، مجبور أطلع أستاذ محمد تاعت شركة جوال، متذكرينه؟ دورت على رقم، رنيت عليه ما خليتوش يحكي ولا كلمة. قلت له أستاذ محمد ينطيك العافية، مجبور أحكي لك إيش صار معاي مبارح بالليل. مبارح بالليل اتوضيت صليت المغرب ونمت، وأنا بنص النوم حلمت إني بأرض خضرة 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 خضرة، وكان في شجرة بعيد، وكان في شجرة قريبة لونها خضرة 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 خضرة، وأنا كنت لابس دجاج لونها خضرة 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 خضرة، وكان في حمامة لونها خضرة 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 خضرة، وكانت حملي مكتوب لونه أخضر، والمكتوب بجوز كان فيه 1000 شكل، وكان أستاذ محمد كان يوقع العصفور، الحمامة كانت توقع لعند جري وترد تطلع، مش عارف أمسكها. بطلع على التلفون اللي بقول لي الناس سافل عدم الرد بسبب انشغال الخطوط، وشكرا شكرا شكرا. عصافير اللي رفت فوق عصفورنا، مسافر بريشاته ولابس ثوب عصفورنا، غير العصافير اللي رفت فوق عصفورنا، مسافر بريشاته ولابس ثوب عصفورنا، بيحلم على ضوء القمر بس القمر لم لم حنين وشوق عصفورنا، مشتاق للميات والوردات هايم عصفورنا، حكايات منتهيات صوب الخوف عصفورنا، مشتاق للميات والوردات هايم عصفورنا، حكايات مبتليات منتهيات صوب الخوف، والمبتلي بالهمس ما بيجرح سلام صغير، واللي كسي وما حس لو طول بشد مصير، حلم العصافير تحولت وتحولت كل المشاعر نار، عصفورنا غير العصافير اللي رفت فوق عصفورنا، مسافر بريشاته ولابس ثوب عصفورنا، غير العصافير اللي رفت فوق عصفورنا، مسافر بريشاته ولابس ثوب عصفورنا، بيحلم على ضوء القمر بس القمر لم لم حنين وشوق.
تفك العيون وطال من نسينا طعم الشوق ونسينا طعم الشوق ونسينا طعم الشوق عصفورنا غير العصافير اللي ربك عصفورنا مسافر بريشات ولا بسمور عصفورنا بيحلم على ضوء القمر القمر لملم حنين امي وبي وكل تكويني هي كل الحب اللي مليني هي عقلي ونبضي وسر انيني ويا بلادي نحو سيري عليا يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو حبايب يا أرضي وعن حكي بدافع وما بترهبني قوة المدافع فلسطيني دي الجدي تدافع وتخسر الحلول التصفوية يا مو ربيتيني وما قلتيلي عن شكي ويقيني في الحرية حرا عيشتيني وتسلم طلقاتك حرة وأبية يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو Thank you.
يكرم يا مو أقدامك عاصي وانتي ولا هو ترجمي وكراسي ولا مرة بينطي فيني براسي شمعة طلقتك خفية يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو املي وبلدي وناسي واهلي وانتي من زف الروح على عقلي انتي اولي وابدي وكلي فلسطين يا ام الكره الارضيه يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو اليوم قررنا نعملها بهذا الشكل وراح تشوفوه بهذا الشكل الجديد أغنية تانية والحفر. أنا عندي رنديفو مع الربيع هو النسيم والنجوم والقمر وابتسامة الصباح في الضباب المستنير في السهول والجبال والحفر وأنا عندي رنديفو الرنديفو أنا عندي رنديفو الرنديفو أنا عندي رنديفو الرنديفو أنا عندي رنديفو بيكبروا طولا وعرضا عقل نايم في النعيم يا سلام يا سليم يا رب من النسيم بكبروا طولا وعرضا عقل نايم في النعيم يا سلام يا سليم يا رب من النسيم مش فاهم مفاهيم بالرغم انه فهيم في بلد مليون فاهم وانا شخصيا عديم بكبروا طولا وعرضا عقل نايم في النعيم يا سلام يا سليم يا ركب للنسيم الشعب مقاطي راسه يعني ماشي في السليم الشعب ملعون ساسه ماشي وعوج مستقيم غمضوا العينين وباسوا ايدي شيطان رجيم على اصل والفكرة داسوا امل عايش في الصميم بكبروا طولا وعرضا عقل نايم في النعيم يا سلام يا سليم يا ركب من النسيم
شعب ملعون امه مو بتنعك في الخرا الاكل والشرب همه 15 ولد جاب بيعلمهم كيف يربوا عالنميمة والاستغلال بكبروا بكبروا دول انوار عك النايم في النعيم يا سلام ويا سليم يا أرقم للبسيط تركتهم هالصراحة ليش يحيدوا عن الطريق ليش يحيدوا عن المبادئ وحالة نافذين يسيبوها للطوارئ كانوا بيستر هالكريم بكبروا بكبروا طول انوار عاك النايم في النعيم يا سلام ويا سليم يا رك من النسيم بكبروا طول انوار عقل نايم في النعيم يا سلام ويا سليم يا رك من النسيم شكرا جزيلا. هاي مش سحجة عشان نشكر الناس دول. انا بصراحة كتير مبسوط اليوم، مرق كتير وقت انه نرجع للمسرح والقاعة والجمهور في ايفنت. بشكركم عن جد، كنتوا جمهور لطيف وهيك مرتاحين متعاون سامع، زمان ما شفناش جمهور زي هيك. بنحب نشكر اصدقائنا دار كانديل. طبعا دار كانديل كل يوم بحاولوا يتطوروا، بحاولوا يفوتوا برامج. الفرقة هاي دائما نفس الاغاني ممكن يطوروا عليها، بس دائما في عازفين جداد اللي بحاولوا يخلوا الهوية موجودة رغم كل الصعوبات والتغيرات. بنشكر نادي الكوميديا، مريم الباشا، جواد شلبي، سجا عالمية، والمدرب والفنان فيصل أبو الهيجة. نشكر دار كانديل، سيف، عدي، عبادة، الكبير عبد، وحسين. وشكراً مسرح الحرية اللي دايماً بحاول يخلي هذا المحل شغال، هذا المحل مكمل. وشكراً لكم. انا عندي رنديفو مع الربيع هو النسيم والنجوم والقمر هو ابتسامة الصباح.